التقينا ببيتر روزنكرانس مدير المعهد وطالبة الدكتوراه بتينا تسيجلمان. يخشى بيتر روزنكرانس الأسوأ في هذا الصيف المتأخر. العث ينتشر بسرعة في المستعمرات بسبب الربيع الدافئ. تدرس بتينا تسيجلمان مستعمرات النحل المصابة. العث الذي جاء من آسيا بالكاد يرى بالعين المجردة. تقحم هذه الحشرات الطفيلية نفسها في اليرقات. تريد بتينا تسيجلمان أن ترينا هذا المشهد المزعج. إنها تفتح مشطل عسل الذي يحتوي على اليرقات. لقد تضررت اليرقات بشدة. العث هو الحشرات البنية الزاحفة. إنها متضخمة هنا بشكل كبير. لقد هاجم العث يرقات النحل في مشط العسل. يمتص العث الدم وينقل أمراضا عديدة وفيروسات خطيرة. يفقس النحل مريضا ويواجه الموت المحقق. تعمل بتينا تسيجلمان على مادة جاذبة جنسيا لإرباك الذكور، وبهذا سيتراجع نجاح الطفيليات في اليرقات. هذا عث فاروع، وبالمقارنة من حيث الحجم مع النحل فهي تشبه الأرانب بالنسبة لنا. هل هذا العث مسؤول عن موت النحل؟ النتيجة الأكثر أهمية هي أننا لا نزال نواجه مشاكل كبرى مع عث فاروع وإصابات ثانوية، أي إصابات فيروسية. لقد وجدنا أنه لا توجد تأثيرات كبيرة من بقايا المبيدات الحشرية، بالرغم من أننا نجد مزيجا من المواد المستخدمة في الزراعة والتي يمكننا العثور عليها في الطلع مثلا. قد يكون لهذا تأثير، لكن عث فاروع مشكلة تفوق غيرها من المشاكل. هل هذا حقيقي؟ هل يقف عث فاروع خلف موت النحل؟ عدنا إلى أورتناو. إنه شهر يونيو حزيران. لقد ازدهرت مستعمرات النحل حول بلدة كريستوف كوخ وبيناو. في كل يوم تفقس حوالي 1000 يرقة. يقول إنه يسيطر على عث فاروع، ويضيف بأن هذا ليس السبب الوحيد لموت النحل. من خلال التركيز على عث فاروع يتجاهل الناس مشكلة المبيدات الحشرية، أو بالعكس، من خلال القول إن النحل مريض فأنت تجيز التأثيرات. لو لم يكن لدينا فاروع فسنرى المزيد من التسمم. يتحمل فاروع الكثير من اللوم دون أن تكون له علاقة بالأمر. يوجد خلل ما هنا. هل يصرف العث نظرنا عن مشكلة أكبر في الكواليس؟ لدى مربي النحل كوخ شكوك مخيفة، فالسموم الزراعية تعطل العمليات المعقدة في المستعمرات وتضعف نظام المناعة لدى النحل، وبالتالي تزيد مشكلة العث سوءا. لكن ما الذي يحدث؟ التقينا بواحد من أشهر علماء النحل الألمان في حقل قريب من ماربورغ. أنا أعمل مع النحل منذ 50 عاما. إنه يأسرني، فالنحل حشرات مذهلة. بروفيسور راندولف منزل من معهد علم الأعصاب في الجامعة الحرة في برلين يجري أبحاثا أساسية. إنه مهتم بحواس النحل المرهفة ومدى ضعفه. سأخذ نحلة من جرين 34. لقد أخذ هذه النحلة من خلية على بعد بضعة كيلومترات. لا تعرف النحلة أين هي.
هذه منطقة غير مألوفة على الإطلاق. لقد تم تزويدها بجهاز بث يستطيع راندولف منزل بواسطته تتبع رحلة النحلة. هل ستتصرف كما لو أنها في بيئتها المألوفة؟ يستخدم العلماء جهاز رادار لتتبع طريق رحلة نحلة العسل. لا توجد مشكلة لدى النحلة في التخليق بهوائي. يمكنها أن تحمل ضعف وزن جسمها. لقد تتبع راندولف منزل مئات الرحلات من هذا النوع، فيما يتولى زميله المهندس أوفي غريغرز أمر التقنيات. نحن نعرف بشكل تقريبي سرعة النحلة والأماكن التي تحلق فيها، وحينها يمكننا حساب مكان طيرانها. إنها قريبة جدا من الرادار الآن. ربما كان هذا الوعاء الأبيض جذابا للنحلة، إنها تحلق حوله. يمكن للنحلة أن تطير لتسعمائة متر في خط مستقيم، بحيث يبلغ انحرافها عن صدى الرادار 8 أمتار زيادة أو نقصانا، لكن هامش الخطأ في الرادار يبلغ 6 أمتار زيادة أو نقصانا. لذا يمكن للنحلة أن تكون بمهارة الرادار. لا يمكننا نحن السير بهذه الطريقة. تمكن العالمان من إثبات أن نحل العسل يتذكر مواصفات المكان ويستخدمها للتوجيه. إنه يطور خريطة هندسية في ذهنه كتوجيه القمر الصناعي الذي يمكن تشويشه بسهولة كما سنرى لاحقا. هذا مضحك، لقد عادت بنفس الطريقة لتحط على يدي من جديد. لقد عادت النحلة جرين 34. إنها تطعم بعضها الآن، نحلة الاختبار التالية. لا يمكن للنحل تتبع توجيهه الداخلي بدقة فحسب، بل يملك إضافة إلى هذا ذكاء من نوع ما. إنه يقدم أداء فذا بهذا الدماغ الصغير. راندولف منزل منبهر، لكن هذه الإنجازات مهددة من المبيدات الحشرية الحديثة كما يقول، لأن الزراعة الأحادية الواسعة كزراعة السلجم تجذب النحل بشكل كبير. إنها تؤمن وجبة وفيرة ممزوجة بالكثير من السموم الزراعية. نحو 100,000 طن من المبيدات الحشرية تستخدم في ألمانيا سنويا. إنها مزيج لا يعرف أحد تأثيره، وإحدى أخطرها مجموعة من المبيدات التي تؤثر في النظام العصبي للحشرات. هذه المبيدات الحشرية تسمى النيونيكوتينيات أو النيونيكس للاختصار، ويبلغ حجم تداولها بالمليارات. لقد كانت اكتشافا مذهلا عند اختراعها، لكن ومقارنة بالDDT وهي مبيدات سامة تم حظرها منذ